السلام عليكم عزيزاتي أعزائي متتبعي الكرام، دائما على قناتكم قناة فانديليس. اليوم غادي نقترح عليكم سلطة ديال الفواكه. سلطة هي غنية جدا، ممكن نقدموها للأفراد ديال الأسرة ديالنا في هذا الطقس اللي ولا سخون. ممكن نقدموها بعدة طرق. اليوم غنقترح عليكم هذه الطريقة اللي غادي تشوفوها في الفيديو، واتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبة للفواكه غادي غنحتاجو الكيوي، غنحتاجو الاجاف، غنحتاجو التفاح، غنحتاجو البنان، غنحتاجو الباباي، غنحتاجو عصير اربع حامضات، غنحتاجو فخومبواز، توت البري، اي نوع من الديسير اللي عندكم. ماشي شرط تكونوا مقيدين بهاد النوع ديال الديسير. كل ما نوعنا من اشكال ديال الديسير كيجينا الطبق ديالنا لذيذ بزاف. والسلطه ديال الفواكه اهم حاجه فيها هي العصير ديال الليمون، ونخلطو ديك لاصوص اللي كنلقاوها في المطاعم. ديك لاصوص اللي كنلقاوها مخلطه مع الديسير هي اللي كتجينا بنينه. كنلقاو فيها دائما عصير ديال الليمون، يا اما مع مطحون مع الباباي، او مطحون مع الخوخ، مطحون مع اي فاكهه تكون صفراء. ممكن الخوخ، ممكن نطحنوه مع المونغ، حتى هو كيجي لذيذ. المهم اهم حاجه في سلطه ديال سلطه الفواكه او الديسير ديال الفواكه ماشي النوع ديال الفواكه. اهم حاجه في الوصفه هي لاصوص، او باش غادي نخلطوا الديسير ديالنا. اذا على بركه الله غادي نجيو. اول حاجه غنديروها هي اننا غادي نقيو الباباي، غنقطعوه، غادي نطحنوه مع عصير ديال الليمون. كنجيو الفواكه ديالنا كنقطعوها ونحطوها هنا. غنجيب البنان، واحد نص حامضة كنعصروها على التفاح ديالنا باش ما يكحلش، حتى على البنان. الدوق ديالو ماشي مشكل. مع التفاح كنجيو نفس الشيء بالنسبة للإجر. كنحطو هادو التومه، كنخوي عليه عصير. الا كان العصير ديال الليمون حلو ما كنحتاجوش، كنمر كنديرو واحد المعلقه ديال السكر وكنخلطو. هاكم شفتو الكمية ديال الخليط اللي عطانا هذا. ممكن نعمرو به الزليب،
وهكذا غنخليه في الثلاجه يبرد حتى الوقت ديال تحتاجو غادي نقدموه في الزليفات. كنجيبو الزليف ديالنا وكنحرصو على ان جميع الفواكه يكونوا عندنا مشكلين في الزلافه بالالوان كما كتشوفوا. يمكن يتقدم كوجبه عشاء هذا الطقس اللي هو سخون، دائما نديروا الالوان ونراعيو ناكل الزلافه نديرو فيها كنجيبو شوكولاط فيرميسيل كنقدموه بالتزيين ديالو من الفوق، هذا اختياري، ممكن نقدموه باي حاجه عندنا في الدار متوفره، ولا ممكن نقدمو باللوز مهرمش او اي والى وصفه لاحقه باذن الله. دمتم في رعايه الله.